من ختم بكلمة دي مارش. يعني هذه عبارة اللي يقول ربما خلات محبة خالصة لهذا المدرب اللي يعرف قيمة الفريق الذي يدربه. الرجاء يبحث عن الهدف. ما يقال عنا جميلة ورائعة من الجميل والمبدع والرائع عبد الإله الحافظي. لما تحدث عن هذا اللاعب في الجولة الأولى أقول صاحب التمريرات الحاسمة، هذا المرة اختار بنفسه أنه يلعب الكرة في اتجاه شباك الحارس محمد مسيف بطريقة قل ما يقال عنا جبيرة. هيها بالصدر الكنترول، شوف كيفاش روغ اليمين دياكيتي، وشوف كيفاش تقدم بطريقة رائعة من جانب عبد الجليل جبيرة وأعطى كرة بهذه الطريقة. العمل وشوف كذلك تهي الكرة اللي كان من محسن يجرها. لما تحدث على الكرة القصيرة من جانب الرجاء وقلت ما يمكن أن يقال بأنه في أداء الرجاء هذا الموسم، يعني تحس كأنه الرجاء